كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. انطلاقة المباراة، إنسو فاتي يدخل ملعب بدون خوف رغم حداثة السنة، لكن عنده ثقة كبيرة في نفسه، عنده قدرات عالية جدا. هذا ما جعله يفرض نفسه في اللعب في نادي عملاق ومع أسماء كبيرة منذ يومه الأول. يحصل عليها برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، جواو كانسيلو يلعبها في المساحة، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. نونو مينديز، كارفاخال، أسنسيو، ماركوس يورينتي، بيدري، تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. رودري يلعب كرة للجانب الأيمن، روبن دياز يبعد الكرة، كارفاخال يا عيني على هذا الظهير، شوف كيف يحلق في جنبات الملعب، عمل كبير جدا من ظهير غير عادي. أنسو فاتي، جوردي ألبا، أنسو فاتي، بيدري سوفاتي يلعب كرة، كرة رأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. موراتا حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، أنسو فاتي، الله على هذه المهارة، مرت الكرة بشكل جميل. أنسو فاتي، رودري، بيدري، كرة إلى الأمام والآن فرصة موجودة، يسيطر على الكرة، بيدري، كرة أرضية، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. كرة من جهة اليمين، مرت الكرة، عدت أنسو فاتي، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. ماركوس يورينتي،
رودري، برونو فرنانديز يبعد الكرة، برناردو سيلفا، رافائيلياو، فيتينها، نونو مينديز، روبن دياز، نونو مينديز. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. أسنسيو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. عليه لا يلوم إلا نفسه على ضياع هذه الفرصة، كانت هجمة واعدة لكنه تأخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، كرة تصل اللاعب، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، يلعبها على اليمين، تمريرة قوية أكثر من اللازم، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، ينجح الدفاع في إبعادها. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. بإمكانه إبعاد الكرة، يستعيد الكرة سريعا، بيدري، جوردي ألبا. كل فريق يعبر عن نفسه من البداية، حسابات كثيرة عند المدربين، هو ما يخلي المباراة حذرة بصراحة في هذا الشكل، لا أحد يريد أن يستقبل هدف مبكر. واضح هذه أولوية في مباراة اليوم لكلا المدربين، ألا نستقبل هدف مبكر يبعثر الأوراق بعد ذلك. ماركوس يورينتي، والعرضية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. نونو مينديز، البرتغال لم يعرف شكل حارس مرمى الخصم في هذه المباراة. روبن نيفيس، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، نونو مينديز، باتت ومرت وصلت إليه، رافائيلياو حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة، كان من الأفضل أن يركز على التسديد. رودري يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. إنسو ويسدد، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إنسو فاتي قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، من جديد فيها ركنية، يبعد الكرة عن المرمى،
فاتي، انسو فاتي لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى، أسنسيو، ألفارو موراتا، بيدري يبعدها عن مناطق الخطورة، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. بيدري جواو كانسيلو يشتت الكرة، تغيير لاعب على جناب، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطر. بيدري بينية رائعة، ثم كرة عرضية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. الكرة ملعوبة من مسافة، أسنسيو، ماركوس يورينتي، موراتا، موراتا، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى. موراتا، نعم نعم، حاول ان يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يبحث عن المهاجم انسو فاتي، تشتيت الان، كرة خطيرة الى الامام، تحكم غير عادي بالكرة. برونو فرنانديز ممتاز في التمرير والتسديد، لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. جواو كانسيلو، تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام، برناردو سيلفا، تشتيت الكرة، كارفاخال، أسنسيو، الكرة إلى الأمام، أسنسيو، أسنسيو، كارفاخال، أسنسيو، لعبة عرضية إلى داخل ال 18، فيتينها يلعبها لمنطقة الخطر. برونو فرنانديز، برناردو سيلفا يلعب كرة على اليسار، نونو مينديز،
يستقبل كرة في وضعية ممتازة، يتعثر ويفقد توازنه. كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. كرة إلى الأمام، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. فيتينها، تمريرة جميلة، عرضية من رونالدو، عرضية بدون عنوان، قوة كبيرة في التمرير لتضيع الكرة. جوردي ألبا، مباراة يخيم عليها التعادل بدون أهداف، بالتأكيد مباراة 0-0 غير محبة مشاهدتها. كرة طويلة للأمام، ضاعت التمريرة بعيدة. فيتينها، روبن دياز، نونو مينديز، روبن دياز، نونو مينديز، روبن نيفيس، جواو كانسيلو في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. كريستيانو رونالدو موجود لإبعاد الكرة. فيتينها، روبن نيفيز، فيتينها، لمسة على اليسار، رافائيل لياو، تحرك بقوة هائلة، أسينسيو يستعيدها، فيتينها مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. أنسو فاتي، جوردي ألبا، مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. فرصة لهجوم معاكس، هذه هي كرة القدم. موراتا، موراتا، تصدي غير عادي من حارس المرمى. موراتا ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. يلعبها على طرف الملعب، يلعبها ضربة رأسية، فيتينها، نونو مينديز، روبن نيفيس، بيبي يستعيد الكرة مرة أخرى، روبن نيفيس، روبن دياز، بيبي يحول الكرة إلى الجانب الآخر، نونو مينديز، نونو مينديز، اندفاع غير عادي من جهة اليسار. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. رودري، جوردي ألبا، كرة طويلة للأمام، أنسو فاتي،
يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. رافائيل لياو يستقبل كرة في وضعية ممتازة، يلعبها على اليمين، بيدري، باو توريس، بيدري، جوردي ألبا، ماركوس يورينتي، أسينسيو، كارفاخال، من البداية كل فريق حاول فرض أسلوبه في الملعب، واضح أنه كلا الفريقين عندهم صبر كبير في بداية المباراة، لا أحد يريد أن يتقدم ويأخذ زمام المبادرة، الطرفين عندهم الكثير من الحذر في الدقائق الماضية، لا يريدون المخاطرة بشيء إطلاقاً. أسينسيو، يورينتي يشتتها بعيدا، رودري، هذه رمية تماس، ليس هذا أفضل ما لديه بكل تأكيد، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو يبحث عن زميله، لابورتي شتت الكرة بعيدا، ماركوس يورينتي يستعيد الكرة بعد ضغط قوي، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. أنسو فاتي، يورينتي، ماركوس يورينتي، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، يدرك جيدا أنه بيسعى أن يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. كارفاخال، البرتغال حتى الآن لم يسدد أي تسديدة على المرمى، جوردي ألبا يمر ويلعب كرة بينية، جوردي ألبا، روبن نيفيز، جواو كانسيلو، نونو مينديز، نونو مينديز في انطلاقة قوية من جهة اليسرى، تدخل قوي قد يكون لها أثر، نونو مينديز يستقبلها في وضعية جيدة، كريستيانو رونالدو يطلق الكرة، كريستيانو رونالدو كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية، بيدري، أسينسيو، إنسو فاتي، جوردي ألبا، يا لعيب كرة جميلة هنا، إنسو فاتي، الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم، عرضية ملعوبة إلى القائم البعيد، بيدري مع توريس، جوردي ألبا، بيدري، بيدري، جوردي ألبا يلعب كرة عرضية داخل ال 18، رافائيل لياو، نونو مينديز، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، بيبي، روبن نيفيز،
برناردو سيلفا. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. روبن نيفيز. كريستيانو رونالدو. رونالدو ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. يحاول بكرة من ناحية الركنية. أسينسيو. يورينتي يستلم الكرة من الخلف. رمية جانبية إذن. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. برناردو سيلفا. برونو فرنانديز. نونو مينديز. روبن دياز. نونو مينديز. روبن دياز. بيبي. روبن نيفيز. اعتراف رائع للكرة. روبن دياز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بيدري يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. روبن نيفيز. روبن نيفيز. فيتينها. بيبي. تدرج كروي رائع. تمريرات سريعة وقصيرة. يلعبها على طرف الملعب. لمسة بينية. يلعب العرضية. بيدري يبعد الكرة. هنا يمر. تلعب عرضية من برناردو سيلفا. يبعد الكرة عن المرمى. فيتينها. تغيير لاعب على الأجناب. رافائيل لياو. برونو فرنانديز. فيتينها. برونو فرنانديز. جوردي ألبا. ماو توريس. كرة طولية إلى الأمام. فيتينها. يفضل العودة بالكرة. يفقدون الكرة بسهولة. لا تعرف وين المشكلة بالضبط. فريق غير حاضر ذهنيا هذا اليوم. أسينسيو. نونو مينديز. فيتينها. تمريرة قوية أكثر من اللازم. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. برونو فرنانديز. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. رودري. يورينتي. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. ماو توريس. يلعب كرة على اليسار.
أنسو فاتي ممتاز في التمرير. برناردو سيلفا، فيتينها، مباراة يخيم عليها التعادل بدون أهداف، بالتأكيد مباراة 0-0 غير محبب مشاهدتها. أسينسيو، رودري، أنسو فاتي، يا سلام على المهارة على الكرة الجميلة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، مرت الكرة بشكل جميل. بيدري، محاولة تسديد، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. فيتينها، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. عدت الكرة، يلعبها على طرف الملعب، أمام فرصة للتسجيل. برناردو سيلفا كان على وشك استغلال هذا الخطأ. روبن دياز، روبن نيفيس، جواو كانسيلو، بيبي، فيتينها، يحاول لعب الكرة إلى الأمام. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. أسينسيو، سيطرة من الحارس على الكرة. روبن دياز بدون مخاطرة يعود بالكرة. نونو مينديز، روبن دياز، نونو مينديز، روبن دياز، روبن دياز، نونو مينديز، روبن دياز، روبن نيفيس، رونو فرنانديز، تسديدة من أول لمسة. كبيرة ليقدمها الجول كيبر، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، الكرة ملعوبة من مسافة. الضغط يولد الأخطاء دائما. رافائيل لياو، باو توريس، بيدري،
أنسو فاتي، جوردي ألبا، بيدري، جوردي ألبا، رودري. تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق، تمريرات قصيرة رائعة وسريعة. ماركوس يورينتي، كرة رأسية، برونو فرنانديز، رافائيل لياو، عدت الكرة، برونو فرنانديز. البرتغال ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. نونو مينديز يمر، أسنسيو، يورينتي يفضل العودة بالكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، يلعبها إلى داخل مرمى إنسو فاتي. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. بدون مخاطرة يعود بالكرة، رودري، جواو كانسيلو، بيبي. من البداية كل فريق يحاول فرض أسلوبه في الملعب، حسابات كثيرة عند المدربين، وما يخلي المباراة حذرة بصراحة في هذا الشكل. لا أحد يريد أن يستقبل هدف مبكر، واضح هذه أولوية في مباراة اليوم لكلا المدربين، ألا نستقبل هدف مبكر يبعثر الأوراق بعد ذلك. جواو كانسيلو، برونو فرنانديز، بيبي، بيدري، والآن فرص موراتا. يبعد الكرة، بيبي قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع، رمية جانبية أيضا، إنسو فاتي، لعبة عرضية إلى داخل ال 18، إسبانيا ممكن يستغل هذه الفرصة، تحول سريع في الملعب، كريستيانو رونالدو في انطلاقة قوية من الجهة اليسرى. كريستيانو رونالدو يتمركز في المساحة على الطرف، برناردو سيلفا، هدف برتغالي. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية، إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية.
نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. رودري، يلعب كرة للجانب الأيمن، لمسة إلى الهجوم. كارفاخال، كارفاخال في كرة ممتازة على الجهة اليمنى. ضربة راسية، يلعب كرة، يا إلهي، هدف. تقدم لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف. التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. شخصية كبيرة في الملعب، الآن يجب الحفاظ على التركيز والهدوء حتى يتحقق الانتصار وتنطلق الصافرة. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. برونو فرنانديز، محاولة للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. بيبي، هذه هي كرة القدم اللي نحب متابعتها. نريد أن نتابع إثارة، تشويق، متعة ندية بين الفريقين. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. أو توريس، بيدري، كرة طويلة للأمام وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. فيتينها، الآن يغير اتجاه اللعب للجانب الآخر. رافائيل لياو في الوقت المناسب يتدخل. أسينسيو يعود بالكرة وسط الملعب. فيتينها، إنسو فاتي، جوردي ألبا، بيدري. تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام. ماركوس يورينتي، إنسو فاتي، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. رودري، يورينتي، وكرة عرضية والدفاع موجود يحولها للركنية. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. روبن دياز،
فيتينها، نونو مينديز، روبن دياز، نونو مينديز، فيتينها، رافائيل لياو، روبن نيفيز. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. برناردو سيلفا، رودري، ماو توريس، أنسو فاتي، كرة من جهة اليمين، بينية تمر، رافائيل لياو، فيتينها، تلعب الكرة إلى الأمام، برونو فرنانديز، يلعبها على اليمين، الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. الآن فرصتهم للمرتدة، روبن دياز، رافائيل لياو، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة، ألفارو موراتا، إنسو فاتي، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، بيبي دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. نونو مينديز، فيتينها، اعتراف رائع للكرة، يورينتي، كارفاخال، يورينتي، يورينتي، كرة جميلة على جهة اليمنى، هذه فرصة خط، كرة رأسية، لن تسبب أي إزعاج، الحارس عمل كبير جدا، ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. فيتينها، نونو مينديز، روبن دياز، فيتينها، لمسة على اليسار، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي، يورينتي، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة، هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، تلعب عرضية من برناردو سيلفا، عرضية أي كلام صراحة، لعبها بعيدة بلا معنى، فاتت ومرت وصلت إليه،
تمر بسلام على المدافعين. البرتغال يحصل على الكرة مرة أخرى. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. رافائيلياو يرتكب مخالفة واضحة جدا. رونالدو مرت الكرة بشكل جميل، كرة من جهة اليمين، عرض ضربة رأسية يشتتها بعيدا. يستعيدها يورينتي. كان واضح انه عازم على الاستمرار في الامام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. يلعب كرة للجانب الايمن، ماركوس يورينتي. كارفاخال يورينتي. رودري يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة عرضية. ضغط كبير، كرة راسية. التصدي رائع، هذا الحارس رائع، ردة الفعل، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. نونو مينديز. فيتينها. يلعب كرة على اليسار. كرة عرضية إلى القائم البعيد. كرة قوية جدا بعيدة عن الكل. ماو توريس. رودري. بيدري. فرنانديز. لم يصل بالكرة إلى الحد اللي يشكل فيه خطورة حقيقية على خصمه، ولم يكن مصدر تهديد حقيقي. أسينسيو. روبن نيفيز يلعبها لمنطقة الخطر. مرت الكرة، يسيطر على الكرة. برونو فرنانديز موجود لإبعاد الكرة. رمية جانبية. قراءة ممتازة من الدفاع. ماو توريس. والعرضية يبعد الكرة إلى بر الأمان. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. تغيير لاعب على الأجناب. بيدري. إنسو فاتي يلعب الكرة العرضية، يبعد الكرة عن المرمى، يلعبها على اليمين. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. يستأنف الشوط الثاني من هذه المباراة. يورينتي. لابورتي. رودري. يورينتي.
جواو كانسيلو. بيم بيم. روبن دياز. نونو مينديز. فيتينها. الكرة ملعوبة من مسافة. بيدري. يورينتي. أسنسيو. كارفاخال يلعبها في الجهة المقابلة. بيدري. إسبانيا لديه جودة كبيرة في التمرير. كرة تمر بسلام على المدافعين. رودري. يورينتي. رافائيل لياو. نونو مينديز. كرة خطيرة على اليسار. روبن دياز. نونو مينديز. روبن نيفيز. يلعب كرة إلى الأمام. تدخل جميل واعتراف أجمل. بيدري. أسنسيو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. روبن نيفيز. اندفاع غير عادي من جهة اليسار. نونو مينديز. اعتقد انها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. فيتينها. جواو كانسيلو. جوردي ألبا يحاول إبعاد الكرة. الكرة تتجاوز الخط. جواو كانسيلو يلعبها في المساحة. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. روبن نيفيز. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. وتلعب عرضية أخرى. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يلعب كرة للجانب الأيمن. فرصة أخرى. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. كرة إلى الأمام. إنسو فاتي يخترق من اليسار. عرضية داخل منطقة الجزاء. بإمكانه إبعاد الكرة. يبحث عن المهاجم. ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. روبن دياز. رافائيل لياو يفضل العودة بالكرة. برناردو سيلفا. جواو كانسيلو يلعب كرة عرضية. باو توريس. جوردي ألبا. فيتينها. رافائيل لياو.
رافائيل لياو يلعبها على طرف الملعب، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. بيبي كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. برونو فرنانديز، برونو فرنانديز، روبن نيفيس يلعبها على اليمين. روبن نيفيس، جواو كانسيلو، روبن نيفيس، رافائيل لياو. لكن النهاية لم تكن ناجحة. كريستيانو رونالدو حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. أسنسيو، أنسو فاتي، بيدري، برناردو سيلفا، رافائيل لياو، نونو مينديز. مهارة غير عادية. فيتينها، يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. فيتينها يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هل تبقى لديهم أي شيء من الطاقة، من القدرة على تحقيق الانتصار؟ أسئلة كبيرة، سننتظر وإياكم الدقائق القادمة. اسمح لي القول أنه ربما من سيسجل الآن هو الفريق الذي سيفوز في مباراة اليوم. نونو مينديز، روبن دياز، فيتينها، بيبي، روبن نيفيز، جواو كانسيلو، تدخل رائع كان عليه لواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. جوردي ألبا، ماركوس يورينتي، وصلت إليه. خسر المواجهة أمام خصمه. ماركوس يورينتي، مرت الكرة بشكل جميل، وصلت إليه. موراتا، عدت كرة خطيرة جدا خارج المرمى بفارق بسيط.
جواو كانسيلو، برونو فرنانديز يلعبها على طرف الملعب. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، يخلص الكرة عن مناطق الخطر. رافائيل لياو يرجع بالكرة للخلف، لمسة على اليسار، يلعب كرة على اليسار. رودري وتاكلينج رائع بدون أخطاء، تاكلينج سليم قانوني، لمسة بينية، اللاعب يستلم الكرة. موراتا بإمكانه إبعاد الكرة، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. رونالدو مرت الكرة، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. كرة طولية من الحارس، برناردو سيلفا، بيبي، جواو كانسيلو، فيتينها، لمسة إلى الهجوم، يورينتي، رودري، إنسو فاتي، يصوب كرة. يبعدها، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، بيبي، برونو فرنانديز، روبن نيفيز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، بينية جميلة، الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة، يبحث عن المهاجم، بيبي، جواو كانسيلو، تمريرة قوية أكثر من اللازم، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. يورينتي، أسينسيو، أسينسيو عدى من جهة اليمين ينتظر مساندة أكبر. تحكم غير عادي بالكرة. موراتا، موراتا، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم.
الكرة تصل إليه. تشتيت الكرة. البرتغال محاولة لصنع هجمة من خلال كرة طولية لكنها لا تنجح، ولكن أيضا أمر مبشر خصوصا أنها المرة الأولى في الشوط الثاني. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. إنسو فاتي سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. جواو كانسيلو يتدخل يبعد الكرة. ماركوس يورينتي يلعبها على طرف الملعب. إنسو فاتي. بيدري. يا سلام، مرور جميل. ويلعب العرضية. يبعد الكرة إلى بر الأمام. وكرة عرضية في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. فيتينها. رافائيل لياو. رونالدو. مطلوب منهم الكثير من الجهد للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة. أنسو فاتي. إنسو فاتي انطلاقة بسرعة من جهة اليسار. رودري. موراتا يطلق الكرة. يسدد الكرة. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يبعد الكرة عن المرمى. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. نونو مينديز. كريستيانو رونالدو. برونو فرنانديز. برناردو سيلفا. برناردو سيلفا. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا. برناردو سيلفا يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. ركنية قصيرة. فيتينها. كرة عرضية. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. برناردو سيلفا. كارفاخال يبعد الكرة عن مناطقه. نونو مينديز. رافائيل لياو. وصلت اليه. كريستيانو رونالدو. كرة تمر بسلام على المدافعين. كرة إلى الأمام. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. برونو فرنانديز. نونو مينديز. الله على هذه المهارة، مرور غير عادي. برونو فرنانديز. روبن نيفيس. برونو فرنانديز. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. البرتغال ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. جوردي ألبا. أنسو فاتي. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة.
نونو مينديز يفقد الكرة تحت الضغط. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. فيتينها يبحث عن المهاجم واضح عمل المدرب هنا من خلال برونو فرنانديز. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. جوردي ألبا، بيدري، بيدري، جوردي ألبا، بيدري، أنسو فاتي، بيدري، رودري يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة من جهة اليمين، نونو مينديز يحاول إبعاد الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، يرسلها داخل الثمنتاش، ينجح في إبعاد الكرة. فيتينها هجمة مرتدة الآن، رافائيل لياو، فيتينها، برناردو سيلفا، برناردو سيلفا، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. روبن نيفيز، برناردو سيلفا يفقد توازنه، كرة طولية من الحارس. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يعود بالكرة لخط الوسط، رافائيل لياو، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو يلعب كرة بينية، يرفعها داخل الثمنتاش، يورينتي، أسينسيو، بيدري، ماركوس يورينتي يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كرة بعيدة خارج الملعب وفي الأخير ضربة مرمى. إلى الأمام، ضغط كان عليه قوي جدا. جواو كانسيلو، نونو مينديز، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها، كرة مذهلة.
يورينتي. أنسو فاتي. بيدري. يلعبها لمنطقة الخطر. كبيرة في الاستلام، عرضية داخل منطقة الجزاء، يخلص الكرة عن مناطق الخطر، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام، لا يمكن إهدارها، تحرك بقوة هائلة، ماركوس يورين، التسديد الآن، كرة ترتد من القائم، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. تعادل يأتي سريعا جدا، اوهو تعادل سريع في هذه المواجهة. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. هو صاحب آخر لمسة ومن حق الاحتفال حتى لو غيرت الكرة من مسارها. نجحوا في معادلة النتيجة. جميل جدا أن تعود سريعا في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل قوية. جواو كانسيلو. برونو فرنانديز. لمسة على اليسار. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. أسنسيو بدون مخاطرة يعود بالكرة، يلعب كرة على اليسار، بينية تمر، بيبي، روبن نيفيز، رونالدو، تغيير اللعب على الأجنب، تغيير اتجاه اللعب على اليمين، رافائيل لياو. يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. أسنسيو. كارفاخال. يورينتي. إسبانيا يحاولون تجنب المعاناة في الوقت الإضافي وأيضا ركلات الترجيح التي قد تعصف بأحلامهم. إنسو فاتي. كرة من جهة اليمين. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. لمسة على اليسار. برناردو سيلفا. برناردو سيلفا. محاولة أكثر من رائعة. يورينتي يلعب كرة على اليسار، جوردي ألبا، إنسو فاتي يستلم الكرة من الخلف،
يشتت الكرة بعيدا. استلام جميل الكرة. أسينسيو، الكرة داخل منطقة الجزاء. إسبانيا يظهر شخصيته في الدقائق الأخيرة، يؤكد أنه غير راضي بالتعادل ويريد أن يخرج منتصرا من هذه المباراة. سرعة غير عادية ودقة في التمرير، قد تكون هذه فرصتهم. رافائيل لياو، لمسة على اليسار. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. رافائيل لياو، تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. رافائيل لياو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. أنسو فاتي، بيدري، أسينسيو، كارفاخال، يورنتي، رودري، وصلت إليه موراتا. رافائيل لياو يلعبها طويلة على الطرف. جواو كانسيلو يستقبلها في وضعية جيدة. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. يلعبها على اليمين، أسينسيو، بإمكانه إبعاد الكرة. يستعيد الكرة بسرعة. عدت الكرة ورمي التماس. جوردي ألبا، أنسو فاتي، أنسو فاتي يخترق من اليسار، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. بيبي، رافائيل لياو يحاول تمريرها من بين المدافعين. تجاوز رائع بالكرة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. فيتينها، نونو مينديز يلعب كرة على اليسار.
روبن نيفيس، رافائيل لياو، مشاهدينا الى الوقت الاضافي. تعادل عادل في هذه المباراة حتى الان منذ الدقيقة الاولى وحتى الان نتكلم، لم ينجح اي خصم في فرصة الاضافية. تتواصل احداث بعد 90 دقيقة من اللعب بدون اهداف، هل سنشاهد هدف في نصف ساعة الاخيرة من المباراة في الاشواط الاضافية؟ سننتظر، الكل يترقب ما يتبقى من دقائق صعبة مثيرة في هذه المباراة. تقريبا كانوا قد اقتنعوا ان المباراة ستنتهي لصالحهم، ولذا فانهم بالتاكيد ليسوا سعداء الان بهدف التعادل الذي سجل في مرماهم. كيف سيتعاملوا مع هذا الموقف؟ كيف يمكن ان يعودوا بعد ذلك؟ اسئلة كبيرة هم انفسهم. موراتا، الكرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الاخير ضاعت. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. يلعب كرة للجانب الأيمن، ممتاز في التمرير. بيدري يبحث عن المهاجم، لمسة على اليسار، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. روبن نيفيز، فيتينها، يلعب كرة على اليسار، نونو مينديز، تمريرة مرة أخرى للوسط، لمسة بينية لم تلعب بالشكل الصحيح. رافائيل لياو، برونو فرنانديز يلعبها طويلة، أسنسيو، رودري، إسبانيا لديه جودة كبيرة في التمرير، أسنسيو، أسنسيو، وعرضية، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. أسنسيو يلعب كرة قصيرة، ولا لديه فرصة، ماركوس يورينتي، جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. أسنسيو ثم الكرة العرضية، يبعدها عن مناطق الخطورة. نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، تلعب الكرة إلى الأمام، يورينتي، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. أسنسيو، إنسو ماتي، روبن نيفيز،
نونو مينديز، فيتينها، روبن دياز، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو يلعبها على اليمين، يلعبها لمنطقة الخطر، رافائيل لياو، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم، كرة إلى الأمام، رودري يتسبب في احتساب المخالفة، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. خلص الكرة، موراتا يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقاف اليوم. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. يفضل العودة بالكرة، كارفاخال، لابورتي، يطلق الحكم الصافرة. وصلنا إذن إلى نهاية الشوط الإضافي الأول، ستبدأ أحداث الشوط الإضافي الثاني. التوتر هو الشيء السائد بين الحضور وحتى على مقعد البدلاء، لا مجال للأخطاء، لا مجال للتهاون، لأنه أي خطأ قد يكون مكلف ولا يمكن تعويضه بعد ذلك. شاهدنا الأهداف ورغم عدم وجود فائز حتى الآن في المباراة، لكن دقائقها كانت مثيرة، ينبغي أن تكون هنالك ربما المزيد من الفرص في الربع ساعة المتبقية لنرى معا من الفريقين سيتمكن من تسجيل هدف. موراتا بعيدة تماما عن المرمى، سيطرة غير عادية على الكرة، كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. تدخل جميل واعتراض أجمل، كارفاخال، بيدري، جوردي ألبا، باو توريس، كرة من جهة اليمين، أسينسيو سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية، كارفاخال، يا عيني على هذا الظهير، شوف كيف يحلق في جنبات الملعب، عمل كبير جدا من ظهير غير عادي. لابورتي، رودري، جوردي ألبا، أنسو فاتي، شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. إنسو فاتي يستلم الكرة من الخلف، يلعبها داخل الـ18، عرضية غير متقنة، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، فاتت ومرت، موراتا، الحارس بالكاد وصل إليها بصعوبة كبيرة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، ضع
ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يورينتي، الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب جوردي ألبا، يلعب رمية التماس، إنسو ماتي، فرصة أخرى، فيتينها، مباراة مثيرة، منافسة وندية على أرضية الملعب، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذه القمة. لقاء مثير جدا في هذا التوقيت، توقع بالفائز أمر صعب جدا. أي فريق قادر على تحقيق الفوز في أي لحظة هنا؟ برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، فيتينها، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. كريستيانو رونالدو حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. داخل الصندوق، الدفاع كبير، كارفاخال شتت الكرة بعيدا، نونو مينديز، تمريرة جميلة، يا لعيب كرة جميلة هنا، برونو فرنانديز، فيتينها يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. الآن إمكانية المرتدة، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. أسينسيو، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. ماركوس يورينتي، موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. بيبي، روبن نيفيس، جواو كانسيلو، بدون مخاطرة يعود بالكرة. روبن دياز يحاول لعب الكرة إلى الأمام. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. أسينسيو، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. أسينسيو، كان لابد من التشتيت. انتهت المباراة إذن، بقي ركلات الترجيح أو ما يعتبر بركلات الحظ، سننتظرها وإياكم. قوة الأعصاب مفتاح مهم في تنفيذ الركلات القادمة، ركلات الحظ اللي تحتاج إلى تركيز كبير جدا. من علامة الجزاء
رافائيل لياو يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. رافائيل لياو يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى. هل يحصل على الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. يضعها على اليمين، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. يضعها على يمين الحارس، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الآن يتقدم اللاعب الثاني، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. ثالث منفذي الركلات، يبدو واثقا من نفسه هنا. الدور الآن على ثالث اللاعبين. تصدي رائع، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. رابع لاعب ينفذ الركلة، يتصدى حارس المرمى للركلة. تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. رابع لاعب في ترتيب المسددين. حسرة كبيرة، نعم نعم، لقد ضيع الكرة. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. إسبانيا، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟